ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. انا محمد شرف نور. فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم على البرامج اللي بستخدمها عشان اليوتيوب المونتاج بقى والصامنيل والحاجات دي. بص يا اسطى، اول برنامج او قبل ما اخش الفيديو شير لايك شير سبسكرايب تيجي تكون تقول لي رايك في الفيديو. قبل ما نخش في الفيديو، اول برنامج لازم يبقى عندك كيوتيوبر هو استوديو واي تي. مش اهم، بصوا، او مثلا ده فيديو انا لسه منزله للناس اللي بتابع الناس اللي متابعاني اهو. الفيديو ده حقق 4.4 ساعة، يعني في حوالي اسم 60/4 هيطلع لك الناتج. لا مش 60/4، هي الساعة عندنا بتبقى مقسومة 10 اجزاء، فاحنا يعتبر حققنا نص ساعة من فيديو جاب 36 مشاهدة، وانا كاتب كومنت، كاتب بين كومنت بتاع لينك التيك توك، واهو وفي ناس كاتبه لي كومنتات اهو، جاب 5 كومنتات وعادي. مثلا انا عايز ارد بقى على كومنت، بس هرد المزيد، ممكن الغي اللوف واروح حاطه تاني كده، واروح حاطط لايك واروح شايله، ممكن اروح دايس فين رد. دي بقى يا جدعان من على يوتيوب، مش على استوديو واي تي. يا جدعان الناس مش مستوعبه اهميه البرنامج ده. ترى البرنامج ده، بص، ممكن تخش منه على الكومنتات، تعمل لايفات، ترد، تشوف فيديوهاتك مثلا جابت كام مشاهده، الفيديو جاب كام لايك كده. فانت لازم تنزل البرنامج ده لو انت اصلا بتفكر تبدا قناه على اليوتيوب. البرنامج ده انت ما تعرفش هيساعدك قد ايه، من افضل البرامج. والبرنامج ده تبع شركه يوتيوب على فكره، يعني مش اي واحد عامله ومنزله، ده تبع شركه يوتيوب، يعني الناس ما تخافش ليه تسجل عليه بقنواتها لتتسرق او كده. تمام. ايه تاني؟ سناب سيد ده بستخدمه، بعمل بيه الثمبنيل، بيبقى بقى ايه، تدخل عليه الصورة، عايز تظبط كيرفات الإضاءة لو انت بتفهم يعني في كيرفات الإضاءة والحاجات دي، وتحط صور تانية مثلا جنبك كده حواليك. شوف ما انا بعمل الفيديو. البرنامج ده هيفيدك جدا. تالت برنامج بقى، وهو اسمه ايه، هكتب لكم اسمه عشان انا مش عارف اقراه الصراحة. والبرنامج ده هتحس ان الصورة اصلا بقى ليها ملامح، فاهمني؟ ممكن اصلا انت لو جيت بصيت للصورة بالبرنامج ده والصورة بعينك انت، او تشوف الشخص، ممكن تلاقي اصلا جودة البرنامج احسن من عينك. بص، ايوه يا لهوي، اهو شايفين السهم اللي تحت دول تحركوا بيهم دول كده. بصوا الصورة قبل، بصوا الصورة بعد. الصورة قبل هتحسوا انها مبكسلة، بعد هتحسوا اتعدلت. شايفين؟ دي افضل. حتى بصوا كده على الخلفية اللي ورا هتلاقي ايه، اتعدلت سيكا اهو. ده جدا، بس برضه عشان الصورة متصورة في الضلمة فمش هتشوفوا الفرق ده، الفرق الحقيقي البرنامج. بس كده دول التلات برامج، وفي برامج تانية ما كانش عندي مساحة للأسف مسحتها. بس كده، أسيبكم مع الفيديو. مثلا لو انت معاك صورة قديمة الصورة مبكسلة او جودتها مثلا بايظة خالص، تجيب الصورة دي تروح مدخلها على البرنامج، البرنامج هيعمل لها بروسيسنج، وبعدها مش عارف بسنتين تلاتة هتلاقي الصورة معاك تمام، وبتشوف الفرق بين الصورة القديمة والصورة بعد ما تعملها بروسيسنج. الفيديو ده، البرنامج ده قصدي، بيطلع لك الصور اوف، اللي هو اصلا بيبين لك حاجات بسيطة جدا ما كانتش باينة في الصورة. برنامج جامد. وممكن مثلا لو في صورة
عايز تعمل لها بورتريت اللي هي عازله عن الخلفيه، يبقى مثلا الخلفيه منغمشه كده والجسم بس او البني ادم بس هو اللي باين، برضو البرنامج ده بيعملها. ولو عايز برضو عندك فيديو عايز تحسن جودته برضو، يعني البرنامج ده شامل اي حاجه جودتها وحشه وانت عايز تحسن جودتها. بس كده احنا هنا في البرنامج كام التاني. التالت بقى وهو برنامج المونتاج VN. VN ده عن تجربه افضل برنامج مجاني للمونتاج على الموبايل. انت لو بتعرف تمنتج البرنامج ده انت ممكن تعمل منه فيديوهات عظمه عظمه بمعنى الكلمه. مثلا البرنامج ده انا بستخدمه عشان مثلا احط لك صور الابلكيشن اللي بستخدمها كلها هنا كده، مثلا اكتب زي ما اكتب لك اسم البرنامج اللي فات في حته زي هنا، فاهمني؟ البرنامج ده برضو عظمه، وزي ما شفت في الفيديو هالو ان ذا نيو فيديو في اخر الفيديو هتشوف ثانكس فور واتشينج. يعني برنامج خرافه حاجه فل. ولو مثلا عندك فيديو وما فيهوش صوت، في خيار برضو ان انت تروح داس عليه وتروح مسجل صوت. تمام كده احنا خلصنا اول 3 برامج. تروح داس سكيب وتروح مثلا ايه، انا كان في بروجكت شغال عليه، اروح داس عليه كده. ولو عايز تدوس على علامة الزائد دي هتلاقي في كلمة نيو بروجكت هتظهر لك، تروح ايه، تروح داس عليها وتروح مختار الفيديو اللي انت عايز ايه تعمل عليه ايديت، وتروح مدخله يعمل تحميل وتروح شغال اهو. ده البرنامج. مثلا عايز احط صورة، مثلا اروح داس هنا اهو، شايفين علامة الصورة دي اللي فوق الفيديو بالظبط، وتروح داس كده، هتروح داس كده. تمام هتروح مختار ايه، فوتو اللي يشوف اي صورة تيجي في خيالك. مثلا الصورة دي مثلا ايه، انا وعيل صاحبي ومريم اللي بتعمل الفيديوهات بيت بوكس على تيك توك اهي. عادي سلس جدا وشغال تمام مفهوش اي حاجة. يعني ممكن اكبرها وصغرها اهي، بتكبر وبتصغر. ممكن اوديها كده واجيبها كده، فاهمني؟ فايه ايه الحوار سهل اصلا، مش محتاج حاجة. عايز تلغيها تروح داس على الاكس اللي كان فوق دي، ومثلا او الفيديو ده انا عامل له ايديت على البرنامج في ان او زي ما انتوا في الاخر ثانكس فور واتشينج، وفي الاول ايه هلو ان ذا نيو فيديو. او صح، البرنامج اللي اتكلمت عنها النهارده كلها مجانيه كده. يا جدعان كده نشوف ان شاء الله نهايه الفيديو، نتمنى كل الفيديو عجبكم. سلام.